سيد فخري أبو دياب، الباحث فخري أبو دياب، بسبب إبعاده أمس عن المسجد الأقصى المبارك لمدة أسبوع، أسعد الله صباحك. صباح النور. يسعد صباحك. يعني بداية، كيف تبدو سلوان في هذا الصباح؟ فهي تشهد بشكل يومي اقتحامات واعتداءات. نعم، يعني كل القدسية تشهد حراك من قبل الناس، وأيضا اقتحامات ومداهمات ومحاولة كسر شوكة ومعنويات الناس وفرض ما يريد الاحتلال، وهو يعني تركيع هذا الشعب، وأظن أنه يفشل. ولذلك القدس تغلي وهي على صفيح ساخن، نظرا لأنها جزء من يعني الأراضي الفلسطينية بشكل عام، التي أيضا تشهد تغول للاحتلال وقتل بدم بارد وبطش. وهي طبعا يعني بما أنه لا يوجد أي أفق، لا سياسي ومحاولات التهويد والطرد والإبعادات وكل ما يحصل، نعم. هذا الشعب يعني هو بحاجة فعلا إلى أن ينتزع حقوقه، والاحتلال لا يفهم إلا لغات الصمود والثبات والتحدي. نعم، يعني أمس أيضا صدر قرار بإبعادك عن المسجد الأقصى المبارك، لو تخبرنا تفاصيل ما الذي حدث؟ نعم، يعني هذا القرار الجائر الظالم الذي يريد تفريغ المسجد الأقصى من المرابطين والنشطاء، لأتاحت يعني الفرصة لغلاة المتطرفين والمستوطنين، وهذه الاحتلال يفرض مخططاته وأطماعه وأحلامه المزورة والزائفة في المسجد الأقصى المبارك. نعم. استدعيت من قبل المخابرات، كان هناك تحقيق واستفزازات، وطبعا كل ما يجري داخل أروقة التحقيق، يعني الكل يعرف كيفية التعامل باستعلاء وبمحاولة فرض ما يريدون على وإخافتنا وكسر شوكتنا ومعنوياتنا. وطبعا بالنهاية اتهمت بأني أعرقل دخول المستوطنين وأعرقل عمل قوات الاحتلال داخل المسجد الأقصى ومحاولة مساعدة المرابطين والمرابطات. طبعا يعني أنا أتواجد في المسجد الأقصى لأن هذا مسجدنا وللعبادة والصلاة والبقاء فيه، ولكن الاحتلال الذي يعني يريد يعني ربما معاقبتنا وإبعادنا، وخاصة من يكشفون مخططات الاحتلال وكل ما يحاول الاحتلال من فرض وقائع على المسجد الأقصى. نعم. ولذلك تم إبعادي لمدة أسبوع، على أن أعود بعد أسبوع للتحقيق، وحتى يعني يعد ربما أمر آخر قد يصل إلى 6 شهور. نعم. هذه المحاولات هي محاولات تفريغ وإبعاد وطرد لنا كفلسطينيين كمقدسيين، ورغم أن هذا مخالف لكل المعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي، ولكن يعني إن أبعدونا جسديا لن يستطيعوا إبعاد روحنا وقلبنا عن هذا المسجد، الذي هو مسجد خالص لنا كفلسطينيين كعرب كمسلمين. وهذا هو الاحتلال، الاحتلال الذي يدعي يعني بحرية العبادة وكل ما يدعيه، ولكنه يعني لا يسمح لنا حتى بالبقاء والصلاة في المسجد الأقصى المبارك بافتراءات وأكاذيب باطلة وغير حقيقية. نعم، يعني أيضا قرار الإبعاد جاء بعد تأجيل محكمة الصلح الإسرائيلية النظر في قضية هدم منزلك بحي البستان. نعم، يعني هذه الأمور يعني الاحتلال يتعمد شخصيتي، يتعمدني لأني أكشف عن كثير من مخططات الاحتلال ومشاريع الاحتلال، إن كانت في داخل البلد القديم وفي محيط الأقصى وأسفل المطار، وأيضا في الأحياء الأخرى والأنفاق وكل ما يجري في سلوان. ولذلك هي نوع من الملاحقة ونوع من محاولة إسكاتنا أو إبعادنا عن هذا المجال، هو جزء من يعني ملاحقتنا. يعني بالأمس كان عندي المحكمة للمنزل التي تم تأجيلها لأيام وأسابيع، وطبعا مخابرات وشرطة الاحتلال علمت بذلك وهي تعلم طبعا، لأنها هي جزء من هذه المنظومة الاحتلالية هي والمحاكم، يعني ممارسة ضغط آخر علي. فهي سلسلة من محاولات القمع والإسكات ومنع يعني إظهارنا للحقيقة، ومحاولات أيضا لتركيعنا، لأن الاحتلال الآن يعني يريد إما أن نقبل بمشاريع الاحتلال أو نغادر هذه المدينة ونفسح المجال للمستوطنين وغلاة المتطرفين بأن يأخذوا مكاننا ومساكننا أو مساجدنا. نعم، أيضا لو نضع المشاهدين والمستمعين في صورة حول منزلك، فأصدرت أيضا سلطات الاحتلال قرارا بهدم القسم الثاني من المنزل، ما يعني نعم ذلك؟
نعم، يعني اولا الاحتلال هو نوع من العقوبه ونوع يعني التي طبعا يفرضها على النشطاء وعلى اهل القدس بشكل عام. جزئين المنزل، لان منزل بني قبل الاحتلال وعمر منزلي اكبر من عمر الاحتلال، وولد قبل اكثر من 60 عام في هذا المنزل، ولكن الاحتلال دعم هذا المنزل بدون ترخيص. وعندما توجهت للبلديه في سنوات طويله لتوسعه المنزل لانه كان صغير، حيث انه اولادي وتزوج واولادي واصبح لي اولاد واحفاد ايضا، كان الاحتلال لاسباب سياسيه يرفض ان يعني اما يعني يرفض البناء او يرفض اعطانا ترخيص للبناء او توسعه المنازل وحتى يرفض ترميمها يعني هذه المنازل. نعم. وعلمنا بوجود سياسه فقمت بتوسعه البيت، فاصبح عندي الامر على المنزل القديم وهو يعني ربما الجرافات الطريق كما يعني قال، والامر والشق الثاني من المنزل ايضا تسلمت عليه اوامر هدم التي ربما سيعني بعد انتخابات الاحتلال قد يعني يتم هدم هذا المنزل. وللعلم يعني الاحتلال حتى لو هدم منازلنا سنبقى في هذا الأرض، أنا أصحاب الحق، ولن يعني نعطي الاحتلال هذه الفرحة وأن ينغص علينا حياتنا، وأيضا لن يعني تكون أراضينا ومنازلنا وأحيائنا ومساجدنا ومقدساتنا بشكل عام كانت إسلامية ومسيحية لحمة سائغة بيد الاحتلال، لأن الاحتلال يريد أن يهود كل شيء في القدس. نعم، أيضا هذه يعني أيضا هذه المضايقات هي عبارة عن سياسة التهجير القسري التي تسعى دائما دولة الاحتلال إليها. بدون شك يعني الاحتلال يريد أن يعني تفرغ هذه المدينة وتصفية وجودنا فيها، لأن هناك مخططات ومشاريع لأن تكون يعني هناك مخطط يسمى أورشليم أوراتي يعمل عليه أبرنت وأسرلت وأن يكون ويستبيح فليجعلها كما يريد بين قوسين عاصمة دولة إسرائيل بقليل من السكان الفلسطينيين العرب وبمناظر ومعالم لا تدلل على هوية العربية وفقط أن تقدم يهودية وإسرائيلية مزورة تزوير التاريخ لإثبات أحقية في مزيد من أو في بقائهم في هذه المدينة واحتلالها وجلب مزيد من يهود العالم إليها. نعم، يعني أيضا قرار الإبعاد يشكل نوعا من محاولة الضغط على المقدسيين وخاصة النشطاء والمختصين لإسكات صوتهم ومنعهم من فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق المسجد الأقصى. أصعب عقوبة ربما يعني الاحتلال يفرضها علينا هو يعني ابعادنا، رغم انه ابعاد جسدي يعني وليس لم يستطيع الاحتلال ابعاد قلوبنا وارواحنا عن المسجد الاقصى، ولكنها عقوبه شديده حيث هو حرمان العباد والصلاه وتواجدهم، حرماننا من الوقوف في وجه هذه المخططات والمتطرفين والمستوطنين الذين يعيثون في المسجد الفساد، وهي نوع من معاقبه المجتمع الفلسطيني العام وأيضا لتقليل عدد المرابطين والمتواجدين في المسجد الأقصى، حيث أن الاحتلال يريد أن يكون هذا المسجد فارغ منا كفلسطينيين كعرب لمزيد من الاقتحامات ومحاولة فرض الوقائع على المسجد الأقصى وتغيير الواقع التاريخي والديني والقانوني لهذا المسجد. طبعا وصمم من تولى الجميع بالتواجد بشكل دائم في هذا المسجد لأنه فعلا يتعرض لأخطار تغيير الواقع فيه ومحاولة تهويده، إن كان يعني اقتطاع جزء منه كما يخطط الاحتلال أو يعني ما يسمى بالتقسيم الزماني أو على يعني ربما المخطط البعيد وهو ما يسمى ببناء الهيكل المزعوم. نعم، يعني أيضا كما نعلم أن الآن ابتدأ موسم قطف ثمار الزيتون، ما هي المضايقات التي يعاني منها أهالي هذه البلدة؟ نعم، بداية يعني الإسرائيليين المحتل يعني يبغض ويكره الزيتون، لأن الزيتون رمز فلسطيني، رمز تجذرنا وبقائنا في هذه البلاد، ولذلك ويكره شجرة الزيتون بالذات لأنها تعني صمودنا وثباتنا وهي يعني شعارنا ورمزنا بالبقاء، وأيضا لعدم يعني انتفاعنا بهذه الشجرة وهذه الأثمار الاحتلال، ويعني يريد ايضا مضايقتنا لانه جزء من مصادر رزق كثير من الفلسطينيين، فهو يريد ايضا حرمانهم من مصدر رزقهم من حياتهم الطبيعيه، هو نوع من يعني محاوله تضييق الخناق وتصعيب الحياه على الفلسطينيين واثبات انهم هم اصحاب الارض واصحاب الحياه في هذه
المنطقة وفي هذه البلاد عن طريق القوة وتزوير التاريخ. يعني الاحتلال طبعا هو يعني دائما ما يرسل بغلاة المتطرفين بالمقدمة، وهم جزء من هذه المنظومة الاحتلالية لتشتيت الجهد أيضا الفلسطيني وإشغال الناس في أمور ظن الاحتلال إنما يعني أنها قد تشغلهم عن الوقوف في وجه الاحتلال وتحدي ضمن سياساته الهمجية والقمعية. نعم، إذن شكرا لك، المتحدث باسم أهالي بلدة سلوان والباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب، شكرا لك.